أطلقت فصائل المعارضة عملاً عسكرياً ضد مواقع ميليشيات النظام في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي، وتعمل الفصائل على تنفيذ هجمات معاكسة لمنع النظام من التقدم إلى إدلب. قتل وأصيب 30 عنصراً من ميليشيات النظام إثر هجوم خاطف نفذته فصائل المعارضة بريف حماة، وذكرت غرفة عمليات محرر للمؤمنين أن الهجوم استهدف حواجز الهلال والنداف قرب قرية عطشان. ألقت كتيبة من المعارضة القبض على عصابة تقوم بالتجارة وترويج المخدرات في مدينة عفرين شمالي حلب، ونشر فصيل أحرار الشرقية صوراً لستة أفراد من العصابة بعد القبض عليهم في ناحية راجو. تعرضت نقطة المراقبة التركية في شير مغار بريف حماة لقصف صاروخي من ميليشيات النظام، وأفاد مراسل وكالة قاسيون أن حرائق اندلعت داخل النقطة دون وقوع إصابات في صفوف الجنود الأتراك. دافع المطرب اللبناني ملحم زين عن اللاجئين السوريين في بلاده، منتقدا في الوقت ذاته حملات التحريض التي تستهدفهم. وقال زين في حوار تلفزيوني: ما هكذا يعامل الشقيق السوري؟ بدورها أشادت الفنانة السورية المعارضة كندا علوش بموقف ملحم زين تجاه اللاجئين، مشيرة إلى أن ما قاله كلمة حق ومحبة في وجه العنصرية ولغة التفرقة.